تتضمن عملية صب الخرسانة 3 مراحل. المرحلة الأولى عملية تجهيز المواد وخلط المواد حسب التصميم المناسب للخلطة الخرسانية. المرحلة الثانية هي نقل الخرسانة إلى أماكن الصب، والمرحلة الثالثة هي تجهيز أماكن الصب. قبل البدء في صب الخرسانة في أماكنها يجب عمل ما يلي: أولاً، قبل أن نقوم بصب الخرسانة في أماكن الصب المناسبة، يجب أن نراجع المخططات الهندسية ونتأكد أن مكان الصب مطابق تماماً للتصميم الذي وضعه المهندس. وأيضاً يجب أن نتأكد من الدعم اللازم وأن نعد الممرات والإسكالات اللازمة حتى تسهل عملية الوصول إلى جميع المناطق الصب، وأن نتأكد من حساب الكميات اللازمة للصب. عندما نصب كميات كبيرة أو قليلة، يجب أن نتأكد من كمية الخرسانة اللازمة بحيث أن نحسب حجم الخرسانة المطلوبة حتى لا يؤدي إلى نقص أو زيادة في كمية الخرسانة، وأن نتحمل تلف الخرسانة أو تحمل أعباء اقتصادية. أيضاً يجب أن نتأكد من جاهزية الأدوات، أدوات الصب، أدوات النقل، أدوات الدمك والعدد، وأدوات النقل والرفع وخلافه. وكذلك يجب أن يكون عندنا عدد كافي ومناسب من العمال. العمال جدا ضروري وجودهم، عددهم الكافي لرفع كفاءة العمل والإنهاء في الوقت المحدد، وأيضا لإبقاء الخرسانة في حالتها اللازمة حتى تصب في أماكنها تماما قبل أن تصل الخرسانة إلى وقت الشك. النقطة الأخيرة، يجب أن نتأكد من مطابقة حديد التسليح كما هو في المخططات، التشريك، أطوال الحديد، وضع الحديد في أماكنه المناسبة حسب التصميم. في نقطة يجب التنبيه عليها على العمال، أن لا نصب الخرسانة بطبقات أكثر من 60 سنتيمتر بأي حال من الأحوال. من صب الخرسانة لارتفاع 60 سنتيمتر، بعدين منستنى، بعدين بتصير عملية الصب للطبقة الثانية. ليش؟ حتى الطبقة الأولى نقوم بدمكها الجيد، وأن لا تخرج أجزاء من خلطة الخرسانة عند وضعها في قوالبها أو أماكنها. الآن عملية الصب في الأماكن المفتوحة. الأماكن المفتوحة هي عبارة عن قالب معد لوضع الخرسانة في داخله وسطحه العلوي مفتوح. مثال عليه مثلا القواعد الخرسانية. القواعد الخرسانية صبها جدا سهل، ممكن أن نصبه بكميات كبيرة، ممكن نستخدم أكثر من أنبوب للصب في أكثر من منطقة بنفس الوقت دون تعارض في الحركة أثناء الصب. لا يحتاج الصب في القواعد الخرسانية إلى مجهود كبير، لأن كمية الخرسانة يمكن مشاهدتها بالعين المجردة. في عندي كمان صب الأعمدة. صب الأعمدة يحتاج إلى عناية في الصب. ليش؟ بيكون في عندي ضيق في الأماكن، فما بيكون بسهولة وصول الخرسانة إلى نهاية الأعمدة. فعشان أضمن عدم التعشيش وأملأ كل الفراغات، يجب أن يكون عندي عناية في الصب، وكمان يجب أن أراعي رج ودمك الخرسانة جيدا داخل الطوبار، لأنه من الصعب رؤية الخرسانة لمن بدي أصب داخل الأعمدة. هلا بدنا نشوف إذا أنا كنت بدي أصب على مستوى أعلى أو أدنى من مكان الخرسانة. إذا كان في عندي الخرسانة مكان الصب أعلى منها أو أدنى منها، في عندي هون لصب المستويات الأدنى والمستويات الأعلى. في المستويات الأدنى بدي أستخدم زي مجاري أو أنابيب، بتكون يا إما من الخشب أو من الصفيح والزينكا أو من المواسير البلاستيكية، ولكن هذه الطريقة يجب أن تكون زاوية الميل قليلة نسبيا. يعني أنا هي مكان الخرسانة، أنا بدي أصب في مكان أدنى من مكان الخرسانة، يجب أن تكون زاوية الميل قليلة نسبيا وليست زاوية حادة. وأيضا من أعلى يجب أن ترتفع
نهاية المجاري من الأعلى برفعها، وحتى نقطة الصب والارتفاع لا يزيد عن 2 متر عشان أحافظ على عدم تكون ظاهرة الانفصال الحبيبي، وحتى تحتفظ الخرسانة بقوامها، وممكن أني أستخدم الروافع البرجية ذات الدلو. في النهاية الروافع بيكون دلو بدل ما أرفع نهاية المجاري. إذا كانت المستويات أعلى من مكان الخرسانة أستخدم الخلاطات الرافعة، ولكن الخلاطات الرافعة تكون لارتفاعات قليلة، أي أن ارتفاع المبنى لا يزيد عن 3 إلى 4 طوابق. أما إذا كانت المستويات مرتفعة أستخدم الرافعات البرجية ذات الدلو لحتى أنقل الخرسانة من موقع الخلط لموقع الصب، وممكن أستخدم المضخات لضخ الخرسانة إلى تلك المستويات العليا، وممكن كمان أستخدم الرافعات البرجية لصب الخرسانة في المستويات الدنيا. في عندي هون الأشكال، الشكل 31 صب الخرسانة باستخدام الرافعة الشوكية، هاي بسميها الرافعة الشوكية، في نهايتها دلو لصب أو لقلب الخرسانة. وهون في عنا صب الخرسانة في مناطق محصورة تحت الأرض باستخدام أنبوب بلاستيكي، هاي خلاطة الخرسانة وهي العمق وهي الأنبوب البلاستيكي لصب الخرسانة في مناطق محصورة تحت الأرض. في عندي كمان طرق للصب بسميها الصب بالضخ باستخدام مضخات، هذه الطريقة هي من أحسن طرق الصب في القوالب. إيش هي القوالب؟ يعني قوالب الطوبار، ولكن تحتاج هذه الطريقة إلى عناية جيدة، لأنه أنا بدي أصب الضخ عن طريق أنبوب، قوة الضخ في هذا الأنبوب بدها تكون عالية، فبدي أحتاج إلى عمال مهرة حتى يتحكموا في خرطوم صب الخرسانة. وهاي متى بستخدمها؟ إذا كان في عندي أعمال تحتاج إلى كميات كبيرة من الخرسانة أو في الأماكن المفتوحة. ميزة طريقة الصب الضخ أنها سريعة، والخرسانة تصل لدينة إلى مكان الصب، وأيضا من المستحيل أن يحصل عنا الانفصال الحبيبي في الخرسانة، ولا تحتاج الخرسانة إلى دمك لأنها تصل بقوة ضغط عالية بسبب المضخة. إذا كان في عندي أماكن خرسانة كتلية، يعني حجم عالي من الخرسانة بدي أصبه دفعة واحدة، فهاي الخرسانة لا تصب كدفعة واحدة بل تصب على طبقات وفترات. كل طبقة ما بيكون ارتفاعها أكبر من 40 إلى 50 سنتيمتر، وسطح الطبقة الأولى لازم أتركه خشن بعد استعمال الرجاج والدمك لحتى يستقبل الطبقة الثانية ويصير في قوة ترابط ما بين الطبقات. يجب أن أخذ بعين الاعتبار أن لا تبدأ أي طبقة من الطبقات بالشك قبل صب الطبقة التي تليها. يعني أنا لما بدي أصب الطبقة الأولى بخلي سطحها خشن قبل أن تبدأ عملية الشك، لازم أكون صبيت الطبقة الثانية. إذا كان معدل صب الخرسانة بطيء بستنى على الطبقة الأولى إنها تتصلب بدرجة كافية لحتى تحمل إجهادات الناتجة عن عملية الدمك في الطبقة الثانية. طريقة الصب الخرسانة تحت الماء، يحتاج صب الخرسانة تحت الماء إلى عناية وملاحظة ومراقبة مستمرة، وأن أختار الطريقة المناسبة لتنفيذ الصب خشية أن يتكون الظاهرتين اللي أنا لازم أتجنبهم في الخرسانة، اللي هي الانفصال الحبيبي والتعشيش. شو هي طرق صب الخرسانة تحت الماء؟ أول طريقة هي طريقة الضخ. في هذه الطريقة يتم ضخ الخرسانة في أنبوب أو مواسير تثبت في موقعها، بسد نهاية الماسورة بتكون ملاصقة لسطح الأرض. بعدين تبدأ الخرسانة بالاندفاع مع قوة ضخ الخرسانة، يرتفع الأنبوب عن سطح الأرض وتبدأ الخرسانة بتعبئة القالب، وكلما استمر الضغط يرتفع الأنبوب إلى أن يمتلئ القالب بالخرسانة. الطريقة الثانية هي طريقة الصب بأكياس.
ممكن أن أستخدم أكياس خاصة لصب الخرسانة، كل كيس بيكون سعته 3% متر مكعب. هذه الأكياس لا تعبأ تماماً، تترك مفتوحة من الأعلى لحتى الخرسانة تأخذ حريتها بالتمدد والحركة، وممكن أني أسمح للأكياس بالتداخل أو أنها تتراس فوق بعضها البعض. بتكون الأكياس متراصة بشكل عمودي، بعد ما أن تجف الخرسانة تكون كتلة واحدة متراصة متماسكة لها نفس الشكل المطلوب. بدي أراعي خلال عملية الصب بأكياس الخرسانة أن تكون الخلطة الخرسانية جافة نسبياً، وعدم استخدام أكياس فيها مخلفات. هذه المخلفات تضر محتوى الخلطة الخرسانية، مثال على المخلفات أثر الزيوت أو مواد عضوية أو سكر. حالياً في الوقت الحالي يقل أو لا تستخدم هذه الطريقة أبداً. الطريقة الثالثة للصب تحت الماء هي الصب بطريقة المحقن ذو الأنبوبة الطويلة، بيكون عبارة عن ماسورة طويلة متصل أعلاها بمحقن لاستقبال الخلطة الخرسانية. أعلى الماسورة زي ماسورة، أعلاها في محقن، هذا المحقن بيستقبل الخلطة الخرسانية ويتم إيصال الخرسانة خلال هذا الأنبوب. تكون هذه أو طول هذه الماسورة كافي للوصول إلى أعمق نقطة لمكان الصب. هلأ في عندي شروط يجب مراعاتها عند استخدام طريقة المحقن ذو الأنبوبة الطويلة، وهي أن تكون درجة التشغيل وتماسك وانسياب الخلطة جيد، وأن تكون الخلطة غنية بالإسمنت. بتكون فحص الخرسانة 350 كيلوغرام لكل متر مكعب، وأن تكون القوالب اللي أنا بدي أصب فيها الخرسانة عازلة وغير منفذة للماء. إذا كانت درجة الحرارة أقل من 4 درجات سيلسيوس لا تصب الخرسانة، لأن الخرسانة سوف تتصلب ببطء شديد، رح يزيد عندي زمن الشك. وأيضا إذا كانت درجة حرارة ماء الخلط ما بين 15 إلى 26 درجة مئوية، يجب أن أرفع درجة حرارة ماء الخلط اللي بدي أستخدمه في هذه الطريقة لدرجة حرارة تتراوح بين 15 درجة مئوية ل26 درجة مئوية. إذا زادت درجة الحرارة عن هاي القيمة تقل مقاومة الخرسانة، ويجب تثبيت السكالة للمحقن جيدا حتى لا تتحرك يمينا أو يسارا ويصير في عندي هدر في كمية الخرسانة. هذه الطريقة أشبه بطريقة صب الخرسانة تحت الماء، وهي تشبه هاي الطريقة، الأنبوب الطويل ذا المحقن تشبه صب الخرسانة تحت الماء.